اشكر ابتسام. هذا كان حفل عربي. استاذ عبد الجليل سعيد مساعد المدرب ديال المنتخب الجامعي لكرة القدم الشاطئية. هذا كان عرس عربي بامتياز. احنا كان عندنا واحد الحمل ثقيل لان الدورات الاولى والثانيه كانوا الاخوان يعني شدوا للتيتر، كان خصنا ضروري زعما نحافظوا عليه. والقضيه الثانيه هو ان المغرب كان خسارة موريتانيا في كاس افريقيا اللي غيلعب هذه العشيه هذه ان شاء الله، كل التوفيق. هذا رد الدين للاخوان الموريتانيين اللي قصوا المنتخب المغربي الشاطئي بسبعه لاربعه. احنا ربح قصيناهم ب8-2 في المقابله النهائيه. كنظن باننا احنا قدينا يعني رد الدين للفريق الموريتاني الشقيق، وكنتمناو للفريق المغربي في مع الوحده ان شاء الله حظ موفق في مقابله الترتيب ضد المنتخب المصري ان شاء الله. هذه الدور على التوالي اللي كيميزها على هذه الدوره هذه في الحقيقه كان واحد عشنا واحد اسبوع ديال الاخوه وديال المعنى العرب. كنا يعني يد في يد كنا حاولنا باش ننجحوا هاد البطوله هذه بكل الوسائل، وجعلنا الاخوان السيد رئيس المنتدى بالجامعه الملكيه للرياضه الجامعيه وفر كاع الظروف باش كل الوفود تكون مرتاحه ودوز الاقامه ديالها في احسن الظروف باش تمشي وتعود الصوره المغربيه. خلينا يعني الصوره المغربيه تروج علينا بقياده الساميه ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله، كل التوفيق ان شاء الله. في المنتخب الجامعي في المنتخب الوطني الكبير كنتمنوا نديروا هذيك المقابله وكنتمنى حظ موفق للفريق. حاليا شمن مرتبه حتى المنتخب المغربي لكره القدم الشاطئيه ميداليه ذهبيه، مبروك عليكم. وهذا شرف لينا، الحمد لله هذا شرف لينا. شكرا لك، شكرا، مرحبا. هذا واجب. شكرا. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، هذه هي الأجواء هنا بمدينة أكادير عاصمة سوس اللي احتضنت هاد التظاهرة الرياضية. فرحة ديال المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية للجامعات، فوز ثمين على المنتخب الموريتاني بثمانية أهداف مقابل هدفين. التفضل إلى منصة التتويج. دكتور سمير فتجو تفضل إلى منصة التتويج. شكرا دكتور سمير فتجو الرئيس المنتدب للجامعه الملكيه المغربيه للرياضه. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي الذي سيتفضل، هذه هي الاجواء لتكريم الوفود وتكريم ايضا كل الحاضرين معنا. بدايه اطلب من الدكتور كرم الكعبي حمد الامين العام للاتحاد العربي للرياضه الجامعيه التفضل الى منصه التتويج لتسلم درع البطوله. هذه الاجواء الدكتور كرم هنا لشاطئ مدينه اكادير، فوز ثمين للمنتخب الوطني المغربي لكره القدم الشاطئيه. كيتحصلوا على الميدالية الذهبية أي المرتبة الأولى في هذه الدورة الثالثة على التوالي.
هذه الدورة اللي عرفت مشاركة ديال العديد من الدول العربية منهم ليبيا، موريتانيا، عمان، تونس، مصر، المغرب. حاليا غيتم استلام الجوائز للمنتخبات الفائزة بهذا الدورة. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي بقاو معنا على المباشر، حاليا كيتم توزيع الميداليات والجوائز. الدكتور صبحي أحمد صبحي أحمد حسنين مكرم اللحظة على الدكتور سمير فضل. ونرحب بالسي عزيز فسوان الدكتور عزيز فسوان باسم جامعة ابن زور. ويتفضل اللحظة الدكتور حمدي خليل سيد خليل مدير العلاقات الدولية للاتحاد العربي للرياضة الجمعية، يتفضل مشكورا ليكرم على يد الدكتور سمير فطجو رئيس اللجنة المنظمة وكذلك الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية. هنيئا الدكتور حمدي خليل سيد خليل الرائد والرائع والذي له خبرة في مجال السير الرياضي وكذلك في المجال التقني، فله كل التحية وكل شكر. شكرا دكتور حمدي خليل على ما تقدمه لفائدة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية. ومن خلالك تحية للدكتور حمد الحساني. الدكتور محمد ياسر طركل المدير المالي مشكورا، يتفضل لتسلم الدرع وكذلك الشهادة. المدير المالي الاتحاد العربي الرياضة الجمعية مشكورا، تبارك الله عليك ياسر، ما شاء الله عليك دائما حاضر. ونحيي عاليا باسمكم جميعا سيداتي سادتي مدير الحي الجامعي بأكادير سي عبد الله صبري، دكتور عبد الله صبري. دكتور عبد الله صبري مشكورا ومشكور من خلال المجهودات اللي قمتي بها من اجل نجاء هذه الدوره. الرجل الكريم سي عبد الله صبري شكرا لك على كل ما قمت به لفائده هذه الجهه وجامعه ابن زهر. شكرا لكم سيدي على ما قدمتموه لفائدة الدورة ونجاح الدورة. مدير الحي الجامعي بأكادير الأستاذ عبد الله صبري. اللحظة على السي عبد الفتاح غادي والسي عزيز فسوان نواب الساد السيد رئيس جامعة ابن زهر، تفضلوا مشكورين السيد الكاتب العام وكذلك إذن هنيئا لجامعة ابن زهر.
مصطفى بيومي. مشكور مصطفى بيومي نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. تفقت على مصر، مصر الأهرام، مصر الشموخ، مصر الإباء، مصر الكبرياء. مرحبا سي مصطفى بيومي. ليبيا الشموخ، ليبيا الكبرياء، ليبيا حاضرة معنا. مشكورة على المشاركة، هنيئا لنا وهنيئا لليبيا، وشكرا مرة أخرى للدكتور سمير قطجو. تاه أدب رئيس الاتحادية الموريتانية للرياضة الجامعية. مشكورا موريتانيا الشموخ أيضا رئيس وفد موريتانيا. موريتانيا سيد رئيس الاتحاد الموريتاني، تفضل. مشكورا سيد رئيس الاتحاد الموريتاني للرياضة الجامعية، موريتانيا الرائعة، الجارة الشقيقة، الجارة التي نكن لها كل الاعتبار وكل الاحترام. موريتانيا حاضرة معنا سيدتي سادتي بوفد مهم. الجامعية يتفضل. مشكورا عمان، سلطنة عمان الرائعة والحبيبة، وكذلك سلطنة عمان التي نكن لها كل المحبة وكل الاعتبار. سلطنة عمان موجودة معنا سيداتي سادتي. تكريم سلطنة عمان وتكريم أبطال سلطنة عمان. الرياضة الجامعية مشكورة قطر، قطر الصديقة، قطر الشقيقة، قطر التي نجحت في تنظيم كأس العالم، شرفت العرب، شرفت العالم، شرفت كل الدنيا. قطر شكرا على الحضور، هنيئا لكم سيدي بهذا التتويج المستحق. تونس الشقيقة، تونس الخضراء، تونس الجميلة، وتحضر معنا رئيسة الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية. هذه الاتحادية التي تعرف نجاحا باهرا بفضل مجهودات كل الطاقم التونسي. شكرا للدكتور عائد الإنقليز، شكرا للجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية. صبحي والدكتور حمدي مشكورين للتفضل لتسليم دروع الاتحاد العربي.
الدكتور سمير فطجو يتفضل مشكورا ليكرم على يد الدكتور الكعبي وتكريم الدكتور سمير فطجو وتكريم للمغرب تكريم للطاقات الجامعية العربية تكريم للمملكة المغربية التي احتضنتها الدورة الثالثة هنيئا شكرا للدكتور الكعبي وشكرا أيضا للدكتور فطجو. محمد حسنين مشكورا جامعة بن الزهر على كل ما قدمته لفائدة الرياضة الجامعية. وتتفضل السيدة إلهام بن غنو باسم اللجنة المنظمة ويتفضل الدكتور حمدي خليل لتسليم تذكار الجامعة العربية للرياضة الجامعية. السيد مدير العلاقات الدولية الاتحاد العربي للرياضة الجامعية يكرم الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية وكذلك عضو اللجنة التنظيمية. ويلتحق بنا الدكتور رئيس أو مدير الحي الجامعي بأكادير سي صبري دكتور عبد الله صبري تذكار الاتحاد العربي للحي الجامعي بأكادير. شكرا للحي الجامعي بأكادير شكرا لكل طاقم الذي يعمل تحت لواء الاتحاد طبعا او الحي الجامعي بأكادير. شكرا لكم دكاترة شكرا لكم. واللحظة هدايا من الوفد المصري الشقيق يتفضل الدكتور مصطفى بيومي الدكتور مصطفى بيومي سيكرم الدكتور الكعبي عن الاتحاد طبعا باسم كل اعضاء الاتحاد يكرم الدكتور الكعبي مشكورا. الرياضه الجامعيه الدكتور كرم الكعبي حمد يكرم من طرف الاتحاديه المصريه. الرائع الذي كتب عليه فراعنة منذ زمن بعيد عوض الورق كان هناك ورق البردي 7000 سنة 4000 سنة نعم ورق البردي 7000 سنة أيوة. وتحية للأمانة العامة. ويكرم اللحظة الدكتور سمير فطجو باسم الجامعة المغربية باسم الاتحاد اتحاد الجامعات المغربية الرياضية يكرم على يد دائما الدكتور مصطفى بيومي وكذلك الدكتور محمد صبحي أحمد حسنين. السادة رؤساء الوفود يتفضلوا هناك هدية من مصر الشقيقة جميع السادة رؤساء الوفود يتفضلوا إلى المنصة. السادة رؤساء الوفود المطلوب التفضل إلى المنصة
لتكرموا على يد الدكتور محمد صبحي حسنين والدكتور مصطفى بيومي من مصر الشقيقة، مصر التاريخ، مصر الروعة. تفضلوا سادة رؤساء الوفود. شكرا لمصر الحضارة. جميع السادة رؤساء الوفود مشكورين، تفضل. ويلكم تو موروكو، مرحبا بكم على ارض المغرب. سويلي بيانجوني وماروك. ايوز لون تدمير لون، ايوزي كل ما تبقى قرى صغيرة. راونتي لي بركات، مرحبا بكم. ومرة أخرى أشكر كل الذين ساهموا في نجاح هذه البطولة، وأخص بالذكر الدكتور سمير فطجو، كذلك الدكتور عبد الله الصبري على مساهمته الكبيرة ضمن طبعا حي الجامعي لأكادير، السادة أعضاء المكتب التنفيذي عثمان بيحي، رئيس اللجنة التقنية هشام أغيغة، هشام السحمد، رضا الحضري، عادي كمان، أمين بالحاج، عبد الكريم الحساني، فتحي مصطفى. كذلك نشكر عبد الملك الشرقي الكاتب الإداري للجامعة، بوستي مولاي المقتصد الحي، سي بوستي مولاي أحمد تبارك الله عليك. كذلك السي محمد يخلف المستشار التقني، خالد الكواري، دريس مرتضى، محمد عبيبو، خليبيلة. كذلك نشكر الطلبة المتطوعين، طاقم جامعة بنزر، كذلك السي عزيز بحتيت ولاكوسا، وخصوصا بنتك عصام كويدر. كما نشكر جميع الحاضرين معنا. وأطلب اللحظة من السادة أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية للرياضة الجبهية التفضل إلى المنصة. السادة أعضاء المكتب التنفيذي، جميع السادة أعضاء المكتب التنفيذي المرجو التفضل إلى المنصة. في التنظيم، في الإعداد، في كل شيء، شكرا لكم. سادة أعضاء المكتب التنفيذي تفضلوا. مزيدا من التألق، سي هشام أغيغة، سي هشام أغيغة، نحييكم على المجهودات اللي كتقوموا بها، ما شاء الله عليكم. وطبعا هذه رسالة، رسالة تكريم، وفي نفس الوقت رسالة من أجل بعد. أمين، أمين الماس، سي أمين تفضل. شجاعة عثمان، سي عثمان بيح تفضل. سي عثمان مشكورا السيد المدير التقني، ونهنئه مرة أخرى على ثقة الجميع فيه، وهو المدير التقني الذي يشارك في عدة محطات. هنيئا له. سي عادل كمان إذا كان في استماع، سي عادل كمان أيضا، عادل كمان المرجوم سي عادل كمان كان موجود. إذا سيتفضل الدكتور سمير لتكريم هذه التلة من رجال الجامعة المغربية، الدكتور سمير فطجو. بداية السيد الكاتب العام. شكرا لكم على كل ما قدمتموه لفائدة الطلبة والطالبات، وشكرا لكم على تفعيل الحياة الجامعية من أنشطة رياضية، ثقافية، فنية، مواكبة لجميع الأنشطة التي تقام بالجامعات المغربية.
عليكم في المغرب. سويلي بيانفوني ماروكان. في تفضلوا مشكورين سي كواريس يخلف سي مرتضى ادريس الرائعين اللي ساهموا كثير في نجاح البطولات المغربيه. هذه فرصه ليكرموا على يد دائما السيد رئيس المنتدب للجامعه الملكيه المغربيه للرياضه الجامعيه. شباب هذا الوطن، شكرا لكم على ما قدمتم لفائدة الطلبة المغاربة. شكرا الأبطال الأشاوس. واللحظة سيدتي سادتي سنتوج الفرق الفائزة بالبطولة. الدكتور عبد الله صبري
سيد المدرب ثم كذلك